أعزائي المشاهدين، غنبداو إن شاء الله اليوم الدرس السادس بالصباغة المائية، بعد ما شفنا واحد الدرس الخامس حول الدائرة اللونية. تعرفنا على كيفاش نمزجو الألوان الرئيسية باش نحصلو على الألوان التنوية، والألوان المتكاملة، والألوان الساخنة، والألوان الباردة. غنحاول ان شاء الله نطبقوا هاد الالوان في واحد رسم ديال المنظر طبيعي. غنحاولوا نرسمو من الخيال ديالي، ومن بعد هاد المنظر الطبيعي غنحاولوا نلونوه بالتقنيه ديال التنقيط، يعني لو بوانتيزم التنقيطيه، انه وضع واحد المجموعه ديال النقط على طول الورقه كلها. اذا غنحاولوا نلونوا بهاد النقط هذه، ونحاولوا نمزجوا هاد الالوان الرئيسيه والثانويه على اللوحه، نمزجوها على اللوحه. مثلا بغينا اللون الاخضر كنديروا نقاط صفرين، وفوق منهم كنديروا نقاط زرقين وكنبداو. اذا ان شاء الله نبدا برسم، كنرسم ونحاول نطبق الخطوط اللي شفنا في الحصه الاولى، الخطوط العموديه الافقيه كيفاش نرسموها. كندير واحد اطار، ومن بعد كندير واحد خط الافق، كنرسم جبال متدرجه بطبيعه الحال، كنرسم واحد النهر، اذا كنرسم هذا النهر هذا، وكنحاول نقلب على الخط الصحيح. من بعد كنرسم بعض الاشجار، اذا هاد الاشجار كما كتشوفوا غتكون كبيره وغاديه وكتصغر باش نعبروا على العمق. كما قلنا ان الاشكال الكبيره كتكون في المستوى الاول، والاشكال الصغيره كتكون في المستوى الاخير، يعني غادي تدرج ديال الشكل من الكبير الى الصغير. كذلك اللون من اللون الداكن الى اللون الفاتح. اذا غنرسم واحد الشجره كذلك في المستوى الاول، باش يكون عندي هاد المشهد هذا اللي كتشوفوه قدامكم. اذا هذا المشهد هذا فيه تقريبا واحد جوج ثلاثة أربعة ولا خمسة ديال المستويات، ومنها المستوى ديال السماء تا هو راه حددناه. اذا غادي ناخد الالوان الزرق والصفر، قلنا الا مزجناهم بجوج راه كيعطيونا اللون الاخضر، والمنظر الطبيعي غادي يسيطر عليه اللون الاخضر بطبيعة الحال، العشب الاخضر. وكما هو المعلوم انه كنحط الالوان في ملونه، نعم اذا كنحط الالوان في الملونه، نعم. اذا هذا المستوى الاول كنهضروا عليه انه خصو يكون اخضر داكن، والمستوى الثاني غيكون اخضر متوسط، والمستوى الثالث غيكون اخضر فاتح. اذا كناخذ اللون الصفر كنحطوه في الملونه، كنسدوه دائما، ثم كناخذ فرشاه بطبيعة الحال فرشاه صغيره وتكون مقدة، كنزيد ليها واحد جوج ولا ثلاثة نقاط ديال الماء، كنخلط اللون. واللون خصو يكون ما يكونش جاري، ما يكونش قاسح، يكون متوسط باش يمكن ليا نوضع به نقط. كنحط اللون فيه يكون جاري شوية باش كنحط النقاط بهذا الشكل هكا. اذا كنبدا نحط النقاط، وغادي نحاول نجرب لا فيديو شويه باش يعني نربحوا الوقت شويه.
ثم كندير فوق منها نقاط زرقين على اساس ان النقاط اللي قراب كيكونوا كبار واللي بعد كيكونوا صغار. ونحط النقاط على الاخرين ماشي مشكل، انهم اللي نحط اللون الصفر على الزرق راه اوتوماتيكيا كيعطيني اللون الاخضر. ثم كنبدا مثلا بان الجانب الايسر ديال اللوحه هو المصدر ديال الضوء والجانب الايمن هو الظل. اذا نحاول كندير هذا الشيء في بالي وانا خدام باش نبين الظلال. اذا كتشوفوا اللون ديال الماء داكن غادي وكيولي مفتوح دائما بالنقاط بوضع النقاط. ثم كنبدا بنفس اللون ندير بها السماء، لان اللون ديال الماء كياخذ اللون ديال السماء. إذن كذلك النقاط كيكونوا كبار وداكنين وممكن تسين في اعلى اللوحه غادي وكيصغروا. ثم كندير هنا اللون الاصفر على اساس ندير واحد العشب الاخضر. ثم كندير اللون ديال الاشجار كنحط دائما الصفر نبدا بهذاك اللون المفتوح. ثم كندير فوق منه اللون الازرق. هنا غندير الجدع ديال الاشجار اللي هو غالبا لون قهوي ثم كندير الجبال كذلك باللون البنفسجي. ثم كنحط هنا اللون الازرق باش نبين العشب. يعني كما كتلاحظوا العشب غادي يكون داكن وغادي كيولي مفتوح. اذا بالنسبه للنقاط كل ما كنمشي للعمق النقاط كيكون واحد ليسباس بيناتهم، واحد الفراغ بيناتهم كيكونوا صغار. وكنحاول نكدس النقاط باش نبين تدرج. اذا المستوى الاول طبيعه الحال غادي يكون داكن باش يخرج لي المستويات الاخرى. ان كما كتشوفوا دابا المستويات كلها بحال. اذا داك التضاد ديال الالوان غنحاولوا نبينوا كل مستوى بوحدو، ونحاول نخدم في اللوحه تقريبا كلها ماشي نركز غير على واحد منطقه واحده. نخدم هنا والعين باش يكون عندي واحد التوازن في الرؤيه وواحد التوازن في العمل. اذا كما كتلاحظ ان الماء المستوى اللي هو كيكون داكن والاشجار ان الضوء جاي على الليزر كما قلت. اذا اليمين كيكون فيه الظل. وبالنسبه لمصدر الضوء حنا كنختاروا المصدر اللي بغينا، يمكن يكون على اليمين يمكن على اليسار في اي جهه من الجهات. اذا الان انتم كتشوفوا كندير واحد التضاد باش نبين كل شكل بوحدو. اذا هنا نبدا من تضاد ديال الالوان. ملي كنبدا بالسماء كذلك باش نبين هذوك الاشجار. دائما كما قلت نخدم الفوق والتحت والوسط، ونحاول نفرق الالوان ديالي باش يكون واحد التناسق ديال الالوان ديال الحراره. غادي وكتبان لاحظوا المستوى الاول كنركز عليه انه خصو يكون داكن مزيان باش يخرج ليا باقي المستويات. وما فيها بس نوع الالوان، ندخل حتى اللون الاحمر مثلا، اللون البنفسجي، الوان اخرى. واللون الابيض راه كنخدم الابيض ديال الورقه كنستغلو باش يكون هو بحال الضوء الطبيعي ديال اللون.
الصفار باش يعطيني واحد. إذن ثم هنا كنحاول ندير واحد المادة اللي كيتسمى لها فيكساتور، يعني المثبت اللي كيثبت لينا هذوك الألوان باش تكون شادة وتكون يعني كتشد ديك الدرجة الضوئية ديالها. كنحرك المثبت وكنحاول نديرو. كنحاول نرش على اللوحة كلها، وفي الوقت ديال المثبت لأنه فيه واحد الريحة ديال يعني لي برودوي شيميك، من الأحسن أنني ندير شي حاجة على النيف ديالي باش ما نشمش ديك الريحة، شي ماسك ولا شي حاجة. إذا هذه اللوحة النهائية كما كتشوفوا، وما تنساوش ديروا لنا ابوني و يعني تبارطاجيو هذا الخير هذا مع الاصدقاء ديالكم الى عجبكم طبيعة الحال. وان شاء الله نتمنى نتلاقاو ان شاء الله في درس مقبل. السلام عليكم ورحمة الله.